بشكل يومي او اسبوعي وشهري نشتري خضار وفواكه، بس ولا يوم فكرنا بهذا الكيس اللي عزكم الله مصيره وين؟ زباله. ليش لونه؟ ايش فايدته؟ وين مصنع؟ هذه الاسئله قادتني للبحث عن المصدر، مصدر صناعه هذا الكيس، واكتشفت لكم مصنع جبار، مصنع عظيم. خلينا نشوف. سنة عمر هالمصنع وفي مدينة جدة، يعني تأسس عام 1995 ولا زال مستمر ويتواصل ويتطور يوم عن يوم وبنفس المكان من يوم التأسيس. مصنع يعتمد على التصدير لأغلب دول العالم ابتداء من الوطن العربي وصولا لأوروبا. نحن الآن في المصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج سنتك التابع لشركة نافا السعودية.